عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الثاني من دورة أساسيات الفوتوشوب على قناة رامز أرشيتكتير، اليوم إن شاء الله بعدما تحدثنا في الفيديو السابق عن طريقة فتح مشروع جديد، اليوم سنتحدث عن شيء مهم جدا في برنامج الفوتوشوب، وهي أداة مهمة جدا، وهي أداة الكالك أو أداة اللاير بالإنجليزية أو الطبقات لاير بالإنجليزية أعتقد هكذا، وأداة أو أداة الطبقات بالعربية وهي هذه الموجودة هنا كما تلاحظ هنا. يعني ما قمت بفتح بعض الصور، بطبيعة الحال لفتح أي أو لإضافة صورة تقوم بضغط على فيشي ثم أوفرير، وستفتح لك نافذة تختار منها الصور التي تريدها. هنا كما تلاحظ وضعت صورتين، لدينا الصورة الأولى والصورة الثانية. إذا أردت مثلا أن أضع هذه الصورة في هذه الصورة، ما عليك إلا سحبها هكذا فقط، وهي قد وضعت في الصورة الأخرى، يعني بشكل بسيط جدا. هنا للتعديل عليها بطبيعة الحال، لكن هذا ليس فيديو خاص بنا اليوم. على أي حال، هنا كما تلاحظ بعدما وضعت الصورة الثانية مع الأولى، أصبح لدي هنا صورتين. كلما أضفت صورة أخرى كلما زادت عدد الطبقات هنا. فائدة الطبقات هو مثلا إذا كان لديك أكثر عدد كبير من الصور هنا، هي التحكم بها بشكل بسيط، ما عليك إلا اختيارهما. الضغط هنا وها هي قام بتحديدها لوحده، وأنت ستقوم بتحريكها أو فعل ما تريد. هنا كما تلاحظ هذا اللاير الأولى هنا مغلقة ولا يمكن التعديل عليها في هذه الحالة. ولتعديل عليها تأتي إلى هنا وتضغط ضغطتين ثم تضغط أوكي، وها هي الآن أصبح يمكن التعديل عليها أيضا. عندما تقوم بتحديد لاير محددة، فإن ما تقوم به سيكون خاص بتلك اللاير. مثلا أنا حددت هذه، سأقوم بمسح جزء منها. عندما أمسح فأنا لا أمسح الصورة الأولى وهي الصورة هذه، بل أمسح الصورة الثانية فقط، وبالتالي فأنا أحدد الثانية هكذا ثم آتي إلى هنا وأقوم بالمسح. كما تلاحظ أنا أمسح فقط الصورة الثانية ولا أمسح الصورة الأولى. مثلا كما تلاحظ يعني بطريقة بسيطة هكذا مثلا. على أي حال، عندما تمسح قلت يجب أن تختار الصورة التي تريد أن تعمل عليها أو التي تريد أن تطبق عليها عمل ما كما تلاحظ. أيضا لدينا هنا عندما أو في هذه القائمة هنا لوبيسيتي والفون، وهو درجة الشفافية. مثلا أنا اخترت هذه الصورة، هنا لدينا 100%، أريد أن أجعلها 50%. تلاحظ بأن الصورة أصبحت شفافة نوعا ما، أو يمكن أن نعمل على الصورة الثانية لتبدو واضحة أكثر. هذه الصورة هنا إذا اخترنا 50% ستلاحظ أنها نقصت شفافيتها. أو على أي حال كما تلاحظ كلما أنقصت كلما نقصت شفافيتها، وهنا أصبحت شفافية كاملة. وأيضا لدينا هنا هذه القائمة التي يجب أن نتحدث عنها في فيديوها لوحدها، قائمة كبيرة جدا خاصة بهذه اللاير. هنا أيضا لدينا طريقة إضافة لاير جديدة كي أنكافت بالضغط هذا، فيأتي الكابتر الخاص بنا. طبعا إذا أردت مثلا الآن أن الصورة هذه يمكن أن أضعها أسفل الصورة الثانية، يمكن أن أضعها على الصورة الثانية. هنا مثلا هذا الكالك الجديد، أنا أردت أن أقوم بإضافة لون هنا، فأنا أستخدم كالك جديد. لماذا؟ مثلا ستفهم من خلال التجربة. نختار هكذا هكذا، هنا نختار هذا الشكل، هنا اختار هكذا. مثلا انا ساقوم بعمل هكذا كما تلاحظ. الان انا في حالة لم يعجبني ذلك، يعني بدل من اني اقوم بالعمل على الصورة في حد ذاتها استخدم كالك. لم يعجبني ساقوم بحذفه ببساطة، وتبقى لي الصورة عادية
أو يمكنني الحذف مثلاً هكذا. قلت مثلاً أنت قمت بهذا هكذا مثلاً، قمت بإضافة شيء معين لكن لم يعجبك أو كانت هناك إضافة، أنا أريد أن أمسح، سأقوم بمسح هكذا فقط يعني على اللاير الجديدة. بدل ذلك يعني لو أنا استخدمت هذه اللاير هذه في حد ذاتها وقمت بالرسم عليها كمثال، لاحظ معي الآن عندما أحذف ماذا يحصل؟ كما تلاحظ تذهب الصورة وتفسد لنا الصورة. لذلك يعني أفضل شيء هو استخدام لاير جديدة دائما عندما تريد إضافة أي شيء، تستخدم لاير أو كالك أو طبقة كما تريد تسميتها، طبقة جديدة. الآن مثلا استخدمت عدة طبقات هكذا وتريد أنك تنظم عملك، يعني يمكنك وضغط مرتين هنا وتسمية كل واحدة باسم حتى لا تختلط عليك الأمور. كما يمكنك أيضا مثلا اختيار من هذه كلها ووضعها في مجلد هكذا، تفتح مجلد ثم تمسك هذه وتسحبها إلى المجلد كما تلاحظ هكذا. لتنظيم عملك كما تلاحظ هنا أصبح لدينا مجلد فيه مجموعة من الكالك الخاصة بنا. الآن إذا مثلا أردت أن تظهر لك هذه، ما عليك إلا الضغط على العين هذه ستظهر. أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذه، يمكنك الضغط على العين لتظهر والضغط عليها مرة ثانية لتذهب. هذا كل ما في الأمر بخصوص هذه اللاير، وسنتعرف عليها أكثر في الفيديوهات القادمة وما تفعله يعني بطريقة أفضل.